بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. جايين النهاردة من الفرع الجديد لسنتر هي وبس، نكمل بقية المنظمات اللي في الدور الثاني. الدور الثاني ده بقى يا جماعة حاجة كده، كل المنظمات اللي ممكن تنظم لك البيت او المطبخ موجوده، بجد حاجات حلوه قوي. اللي مثلا مطبخها مساحته صغيره، اللي فيها حاجات محتاجه تتنظم عندها في المطبخ، في ادوات هنا تنظيم ومنظمات رائعه. وعايزه اقول لكم في حاجات بتبدا من اول 5 جنيه، ده غير حاجات التنظيف والبلاستيكات كلها اللي موجوده. في طبعا منها تركي، في منها صيني، في منها مصري. هنتفرج على كل الاختراعات اللي احنا بنشوفها ومجننانا وحابين ان هي تكون في بيوتنا وبارخص الاسعار. هنتفرج، بس يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناه ونبتدي على بركه الله. في كمان حامل الدش ده، بدل لو الدش مثلا ب 17 جنيه اللون ده بس. ماشي. شوف بقى كمان التركي دي ب 23، دي اصلي بقى. مايكرو فايبر ب 23 الواحده. دي الكتان ب 20. دي الكتانه اهي يا حبايبي ب 20. مستورده تمام. ده ايه؟ فودره مكوى. فودره. فودره. تاكل حاجه عشان ما تحرقش منك. تمام. دي بتتحط فوق مثلا الهدوم او حاجه كده. بكام الفودره؟ دي ب 90. 90. امال دي ايه دي؟ ده كرسي اطفال. كرسي اطفال؟ دي رجول ودي القعده بتاعته. بياكل عليها اطفال. تمام. 595. تمام. في الحاجات اللي هي بتاعت التواليت، قعده التواليت التنظيفات دي بكام بقى دي؟ دي دي ب 60. ايوه ما تاخدش مكان. ب 60 جنيه. تحطيها ما تاخدش مساحه. بص بتعلق في الحيطه تنضفي بيها وتشيليها. تمام. الله ينور. الله ينور. ايوه جميله. ودي في بقى حاجات تانية انا شايفاها، في برضه شكل تاني اهو. دي بكام؟ دي ب 32 تركي برضه. تمام. هي الوطنيه عامل 105 3 دور، وال 4 135، والستاند عامل 90 3، وال 4 عامل 110. تمام. تعالوا بقى. ماشي. طبعا انا مش عارفه اوريكم ايه ولا ايه، بس انا دي عايزه اعرفها. ده تحفه بقى. ده ايه ده؟ ده تركي، ده ب 85 جنيه. بس حبايبي بيتحط كده وتحط عليه في الاطباق وكوبايه المجات في الدولاب. تمام. بدل ما تبقى ابيض وفي جولد. ده 80 ده 85. ده برونز كده شويه. ب 85. تمام. مش حاجه من الالوان، انا جبت لكم جدا كل حاجه، ربنا يخليكم. الزعافه دي، بص الزعافه بكام؟ 25. دي تيتا وبتقصى. ب 25. السبته بتاعتها ب 20 جنيه. في بالك الاختراع ده بيتكلم ب 40 جنيه ليها عصايه. انا كنت شايفاها دي في الفيس برضه. تعملي كده بيها تنضفي بيها الاماكن العاليه. الاماكن العاليه والمتنيه بقى. بصوا بقى الشغل برضه اللي بنشوفه في القاهره. الكرسي ده بقى. ده كرسي ديكور. قلنا بقى. بصوا بقى الالوان بتاعته. بصوا حبايبي ده ب 38. بصوا هات لنا واحد مفوق كده يا استاذ مصطفى. واحد يعني عشان الناس تشوفه برضه. ما هو ده صغير. ده صغير، في صغير وفي كبير. يعني اول حاجه امسكه ده حضرتك، في ده الحجم الصغير. بصوا حبايبي الحجم الصغير ده اهو، الحجم الصغير العسل ده بكام؟ 36. 36. اربعه مع بعض. بصوا اربعه مع بعض ب 36. ده ثلاثة ب. بصوا حبايبي حلوين قوي ديكور. اربعه مع بعض ب 36 جنيه. ده ثلاثة ب 38 حجم البيت. وده الثلاثة بكام؟ 38. تمام. ده ب 38 اللي هم، لا ده ب 36. أربعة. تمام. التركي دي؟ أيوه. ب 20 جنيه؟ ب 20. إزازة تركي دي. تعالى بقى الاختراع ده برضه. يا اختراعاتك يا هي وبس. ده برضه 35، ده ديسبنسر للرحلات. حط مثلا واحد للكحول، واحد للسبيرتو، واحد للشامبو، واحد للبلسم، رايحة رحلة، رايحة بتاع. يبقى معاكي كل حاجة. يبقى معاكي كله. بكام ده الديسبنسر؟ ده 45. تمام. ده داخل فيه. اهو ده شكله تمام. تمام. في مساحات تركي ب 25 اهي، يعني كل ادوات النظافه موجوده. دي يا حبايبي ب 25. دي قرشه. عصايه مايله كده عشان تجيب معاكي الاماكن، عشان تجيب فيها الخرطوم لو عايزه تسيق تنزل ميه. بص حبايبي المكنسه دي بالميه تحطي فيها الخرطوم وتنزلي كمان لو عايزه تسيقي بيها كمان. تمام. دي بكام دي؟
32. 32 من غير يد. من غير يد. تمام. لسه في حاجات كتير. الجاروف ده ب 25 ده تركي بالفرشه بتاعته. تمام. منشفه الصحون دي كمان ب 20. ايوه منشفه الصحون دي ب 20. تمام. في لحم الكاس ده ب 15 بدل 20. حامل ايه؟ الاكياس. بيلحم الكاس. بيلحم الكاس. 15 بدل 20. تمام. في رشاش الدقيق ده برضه. ما هو ده انا كنت كنت لسه ماسكاه حلو قوي بقى ب 15 ب 18. تمام. في اللمبه المحدده برضك معروفه. وريني كده. فيها الوان وابيض. ايه بقى بتعمل ايه دي؟ بتنور ابيض بتنور. تلاقيها في المطبخ مثلا النور قطع ولا حاجه بتشديها تنور. وتنور على طول؟ دي بكام دي؟ 25. 25 بالحجاره. معناها البخاخه برضك المعدن دي. ايوه. 25. 25. معناها لون الزيت. ب 20. ايوه. معانا بقى الاختراع بردك ده. ايوه الاختراعات. شفتوا بجيب لكم اختراعات حلوه ازاي؟ ده بيتحط كده قدام الفيس. ايوه. بيتلزق هنا واحد هنا واحد هنا. بتعلقيه كده في جراب المطبخ. ايوه. تحط فيه المناديل 550. المناديل. مناديل. مناديل المطبخ او كياس والتس... تلاجة. او كياس. او كياس تلاجة وتعلقيها كده في جراب المطبخ. وتقومي ساحبه بقى. يا ممكن تعلقيها كده في الحمام. يا بالطول يا بالعرض يعني. تحطي بقى تستخدميها كياس مطبخ كاس التلاجة. كده يعني. كاس التلاجة وتشدي تسحبي كيس كيس. بكام دي؟ 25. 25 يعني انا مش عارفه بصراحه اقول لكم ايه على ايه ولا ايه. انا كل ما ده في حاجات بتعجبني قوي بصراحه وبشتري انا كمان باخد. بصوا حبايبي دي ايه بقى؟ فرشه سيليكون. بص عشان في حد من المتابعين سالني الفرشه اللي هي الليفه الكربونيه اللي هي البيضه دي ينفع لغسيل الانتريهات؟ ما تنفعش. لا هي للحيطه بس. تمام ماشي حبيبتي اللي سالتني. حط شويه صابون فيها عشان ميه السيليكون بتحافظ على الحاجه. دي نعمل بيها عادي الانتريهات عادي. الانتريهات العرضيه الهدوم والوبر. بكام يا استاذ دي؟ 18 لليد والمغير يد ب 15. تمام تمام الله ينور عليك. مش ايوه ربنا يخليك. دي ب 20 دي كمان ودي ب 20. 20 بقى واحد. تمام. دي كمان واحد. تمام. للرحلات. بصوا وقفت اوريها لكم. الحاجات دي. بصوا الجمال. اخر جمال والله. تمام. ممكن تركب كذا دور. ممكن كم كذا دور؟ بصوا فيها كذا لون على فكره هي ب 100 اهي. في حاجات النهارده لقيناها عليها خصم يعني في حاجات عليها خصومات حلوه قوي. عايزه تعملي اثنين معاكي. ممكن تحطي وتعملي اضراب. الحاجات بتاعتكم بتسهل الحياه على فكره. لا اخر جمال بصراحه. وحطي بقى الاكل اللي انت عايزاه. عايزه دورين ثلاثه زي ما انت عايزه. تمام. في بقى حاجات الله حلو ده برده برضك حاجه نظيفه يعني. ايوه. بنحط فيه غطا الحله والسواتير والسكاكين. والسكاكين. لازم سكاكين وسواتير. بصوا شكله اهو. عامل 85. عامل 85 ده تركي بقى ولا؟ تركي؟ لا صيني. صيني؟ تمام. بصوا حبايبي ده بيتحط للشوزات برده عشان مانع روائح. بكام؟ ب 20 جنيه. تمام. بصوا القطاعات الشفافه دي دي ثلاثه؟ اربعه مع بعض. 25 جنيه. في الصواني دي حلوه قوي. دي معدن دي ولا ايه؟ لا جميل. دي بكام دي؟ 45. بصوا حبايبي الصواني جميله قوي. 65. الله. بصوا حبايبي مش دي بكام دي؟ دي كده ب 65. بصوا الجمال. الله شكلها تحفه. شكلها تحفه بجد. تمام اتفضل حضرتك. دي ب 75 جنيه. دي خشب. بس خشب حلو بقى. تمام تمام. ومعانا برضه ده الصواني دي تحفه يا بنات. الصواني دي هنا اول مره نشوفها. واللي هي دي برضه 65؟ البنوته دي. ده حامل مجات. حامل مجات. ايوه. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. حبايبي يتحط في المطبخ ويتحط فيه المجات اهو. علقيه بقى بدل ما ياخد مكان او كده. تمام. في برده حاجات كتيره قوي يعني. ده ايه برده ده؟ منظم اطباق. بصوا حطوا فيه الاطباق على الرخامه. بكام بقى ده؟ 55. 55 4 5 6 7 8 9 تسع اطباق. حلوين جدا يعني. هنا الركن لوحده ده كده الحاجات اللي هي الميتال المعدن دي. وفي الدبل فيس هنا في كل حاجه. في بقى الشماعه 65 دي. بص الشماعه بقى الدلوعه دي. تتحط في المطبخ تتحط في الهدوم. سكينه وشبكه.
ممكن تتحط في اي مكان يعني. الخامه محمله بلاش مستورده. تعالى هنا مسمار ومن هنا مسمار وتحط عليها الحاجه دي ب 35. 35 في برده جديد من غير المسامير. ايوه بكام؟ ب 15. ب 15 تعالى عندي بقى على طول ده. تمام تهيألي كده خلاص. والباسكت اللي هناك ده ب 18 والمصري بتاعه فيه زيه ب 12 جنيه. ب 12 تمام. بص حبايبي ده ب 18 التركي والمصري ب 12. في ده برضك منظم ميك اب. منظم ميك اب برضه يتحط كده. بصوا 35 جنيه. 35 جميل. ده لوحده ده لوحده صح تمام. في العلب الاسباجيتي دي 15 جنيه. 15 الزهره بتاعتها ب 12. ايوه في العلب المتقسمه دي ب 17 جنيه. ايوه دي الجنبين ماشي متقسمه من جوه. ايوه مكسرات الفول ده للحاجات دي تمام. ده كده ب 15 جنيه. ده صفايه رز تمام. لسه بقى اشوف حاجات تانيه برضه. في بقى حاجات هنا بقى بتاعه الليفه دي. الليفه دي عليها عرض. دي عليها عرض 55 جنيه. بيسن لا بيتحط في سكاكين ب 55. كده كمان نزل عليها عرض 40 بدل 55. 40 بدل 55. شايفين بقى الاسعار الحلوه. عندي جبت بسعر جديد ب 40 جنيه تمام. عملت عليها عرض. العلب دي معانا ده برضك منظم الدولاب. بصوا حبايبي منظم الدولاب ده بيتحط في الدواليب كده بيتركب ويتحط كده ب 120. 120 برضه بيتلف كمان بزاويه حلوه قوي ب 25. ب 120. ب 120 معانا منظم البرطمانات ده. ايوه ب 60 جنيه. بتقصه بص حبايبي بيتحط فيه البرطمانات كده بكام؟ ب 60. ده ب 55. ب 55 يلا عشان خاطر المتابعين. عشان المتابعين هيقول لكم نفس السعر. دي خلي عليها عرض. ايوه ثلاثه مع بعض ب 8 جنيه. وش ثلاثة مع بعض. بصوا ثلاثة مع بعض بكام؟ ب 8 جنيه. ماشي حلوين قوي برضه. في الصابونة بتاعت الشجرة دي ب 10 جنيه. ب 10 جنيه تمام. في حمل الأكياس ده 48. تمام. في الجيزة دي بتشرب المية من على الرخامة. 15. 15 دي بتشرب المية من على الرخامة. أمال دي إيه؟ دي ليفة ب 20 جنيه على عرض. بصوا حبايبي دي ليفة. فيها الصابونة. أيوة. وتقومي بقى غاسلة بقى. لا للحمى. للحمى؟ بتلاقي الصابونه والشاور. ايوه تحطيها جوه تبقى زي مساج. بس لا للجسم. للجسم دي بتقفي عليها كده وتحطي فيها صابونه جوه. ايوه وترغي وترغي معاكي الصابونه. بكام يا استاذ مصطفى؟ ب 20. ب 20 تمام. فين بتاعه الشاور بقى؟ دي بقى بتاعه الشاور. جواها على جنب تحطي فيها الفوم. هنا ايوه تحطي فيها الشاور وفي الحمى تمام. المساج للرجل والجسم والشعر. والشعر كمان يعني تحطي فيها ممكن الشامبو؟ حط فيها الشامبو بس بقى الشامبو. بكام بقى دي؟ 35. 35 مساج. شكل قمر. ايوه حلوه. طلعها علقه جميله جدا. الليفه الكربونيه ب 6 جنيه. ب 6 جنيه الليفه الكربونيه اهي. السحريه ب 6 جنيه. اهي اللي انا جبت منها برضه ب 6 جنيه. ايوه 25 منشر غسيل. الحمام. في ايه تاني؟ بص حبايبي تمام. الله ينور الله ينور على الحاجات الجميله. انا شايفه بقى حاجات تانيه. ده حمل فرشه. ايوه ليها عرض 15 جنيه. حمل مكنسه. بيتحط فيها المكنسه. بدبل فيس برضه. بكام يا استاذ؟ 15 بدل 17. ب 15 بدل 17 يعني النهارده في اسعار حلوه. على مهلك على مهلك. بصوا بقى الجمال. في علب اللي هي شكل الورده دي ب 22. دي تركي. والوسط بتاعها 26. ايوه والكبير بتاعها ب 31. ب 2 خليه الكبير بتاعها. كده برضك منظم خيوط. ايوه 55 عشان تحطي الناس اللي هي بقى عندها بتحب الخياطه وكده. بصوا بقى دي اشكال جديده بقى كيوتي خالص. نزل منها اربع اشكال. ايوه بصوا الحاجات اللي هي جديده بقى. بكام بقى؟ ب 12 ب 10. الصغير ب 10. و16 و18 و20 تمام. كل الاحجام من اول 10 يعني الصغنن الكتكوت ده. في الشكل ده كمان. في ده كمان. بصوا ده نازل منه شكل. تخيلي انتوا اول ناس جبتوها في اسكندريه الحاجات دي. في برده ده منظم الشوز مستويات. 15 جنيه. تحطيه في الجزامه عشان ده مثلا عندك كزمه كبيره على كزمه صغيره بيبقى مستويات. مستويات والله مستوى كده ومستوى اعلى كده. تمام عايزه مثلا حاجه اعلى او كده. ده امال ده ب 12 جنيه الفويل ده. تمام بيتحط على كل عين مقطع كله. ايوه بيتحط على كل عين لوحده. بكام؟ ب 12. 12 حاجز دهون ده 25. ده ايه ده؟ حاجز دهون ب 13. حاجز دهون ب 13 عشان ما يبوظش الرخامه.
تمام. السما والحيطه يعني. الطبق الاكريليك ده ب 65 جنيه تركي. ده ايه ده؟ ده طبق بتحط فيه الفرحه بديكور الحاجات دي. ده بكام ده؟ 65. شيك قوي برضه. يتحط مثلا ممكن يتحط كمان في عيد. في العيد الكحك البسكوت الفاكهه. أيوة. شكله حلو بصراحه. بصوا بقى الطبق ده تحفه طبعا، شكله شيك. الدره ده ايزي لوك محكم، ممكن تحطي فيه بكليات رمضان جاي بقى. لا ممكن على صغير محكم الغلق. الغلق في سيليكون، طبق سيليكون من جوه. بصوا بقى ده في 1.5 لتر و2 لتر، 29 و32. 29 في طبق السيليكون جوه عشان الحاجه ما تتسربش منه. يعني في طبق الغلق. تمام. قلنا بكام؟ ده 29 29 والاثنين لتر ب 31. تمام. والاثنين لتر ب 31. في شماعات اهي. عندكم بكام؟ 13 بس كبير. الحجم الكبير البنطلونات يعني. الليفه دي برضه اطفال. ليفه اطفال. بصوا ليفه الاطفال دي، لا انا بس شوفها. ممكن حضرتك بس توريها لنا البامبي دي الحلوه الحمراء دي؟ بصوا دي لفه الاطفال دي بكام؟ ب 12 جنيه. بقى اشكال بقى جميله تخلي البيبي كده وهو بيستحمى كده يبقى مبسوط يعني. تمام. 7 جنيه احنا عندنا هنا في هي وبس من اول 5 جنيه يا جماعه عشان ما تتخضوش من اي حاجه. تمام. في حاجات كمان اقل. 5 جنيه. في دي بلدك حط المكنه 8 جنيه. 8 جنيه تمام. الصباره دي صبوره الشغل ب 10 جنيه بدل 17. ب 10 بدل 17. حلوه قوي. عندنا حمل الموبايل الرقبه ده. حمل الموبايل بيتحط في الرقبه. الرقبه ب 25 35 25 25 الاصلي الاصلي. ب 6 جنيه بس. حامل الليفه ب 6 جنيه يا جماعه. دي دي الحنفيه. 25 تمام. وايه؟ لما تبقى ب 10 جنيه. تمام. الله ينور عليكم. ممكن بتاعه التوابل دي. توابل وبهارات جميله جدا. بكام؟ ب 18. 18 تمام اتفضل. في قطعه الفويل دي برضه. في قطعه الفويل. تحطي فيها الفويل بقى وتقطعي على طول. 37 دي مساحه مايكرو فايبر. 75 65 بقى. لا 65 دي ب 75 يا حبايبي. بصي على مونيا. ايوه انا عايزه اللي تحط فيها المناديل بتاعت المطبخ. تمام. بصوا كده مايكرو فايبر. وبتمسح بقى الارضيه يا حبايبي. بصوا دي بكام؟ 75 تركي اصلا. بس دي حلوه. تمام. ايوه فيها كده غيار يا. دي كده الغيار بتاعتنا وحطيها كده. بكام؟ 45 قطع الغيار. ايه ده القطع الغيار يعني دي مش دي تطلع؟ تطلع. البلاستيكه بتاعتها بتتباع كام على الغيار؟ تمام ب 5. شيل شكلها دي. تمام. بس العصايه بتاعتها ما شاء الله. الله ينور. ما شاء الله. في منظم تاني اللي هو منظم ايه قلنا؟ خليه النحل. هنشوفه دلوقتي. طبعا دي الحاجات اللي احنا شفناها. وفي مناشر كمان. في حاجات كتير قوي. ده تمام 35. المسترد بتاعه 35 اهو يا جماعه. ده ب 25. 35. 35. في المسترد ب 30. هو مكتوب عليه 25 لكن 35. ايوه سوري معلش يبقى 25 او 35. الوطنيه ب 35. ده ب 35 و 25. تمام. ده 30 وكان في 25 بس كان ماشي. وده الباسكت بقى ده. في ده حامل فويل الثلاثي 150 جنيه. ده حاجه بتاع الفويل. حطي في الفويل. حط في الفويل ب 35 ب 150. تمام. في كمان الباسكت ده هنعرف دلوقتي شكله ايه وحجمه ايه وبكام وكل حاجه. مصطفى بس شفتوا حبايبي الحاجات الحلوه اللي موجوده. طبعا اي اختراع بنشوفه في اللي هي الحاجات الصينيه هنلاقيها هنا عند هي وبس. حاجات جميله وفي كمان حاجات بتشوفيها اول مره وطبعا بتعرفي بقى استعمالاتها وكده. وجبت لكم كمان الكفرات دي اللي هي الووتر بروف. تعالوا بقى نشوف اخر حاجه عشان نقفل الفيديو. في ده ريموت غطا ريموت. بصوا حبايبي ب 15 و17. بصوا 15 و18 سوري. ده الغطا ريموت السيليكون. ايوه عشان يحطيه في الزاويه الولاد ما يتخبطوش في البوز بتاعها. تمام تمام الله ينور. في بقى مقلمه تاني. في حاجات تانيه هنشوفها. في
فين؟ دي مقلمة للمكياج. بكام بقى دي؟ ب 10 جنيه. تمام. مصري 65 85 85. تمام. يا رب الفيديو حبايبي يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. خلصنا كل حاجة بصراحة. اتمنى منكم الدعوة الحلوة واللايك والاشتراك في القناة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.